بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم البطاقات التعليمية. البطاقة دي يعني هي حاجة مهمة قوي في إن أنت تقدمي أي مفهوم للطفل. الخامات اللي أنا هستخدمها، هستخدم كرتون، ولو عندك فوتوهول تمام، يعني كرتون يمشي أو فوتوهول، ومعايا ورق أعمال عشان أغلف بيه البطاقات بتاعتي. البطاقة بتاعتي ديت هتبقى الحجم بتاعها 15 × 15، ده يعتبر مناسب جدا عشان تقدمي عليه اي مفهوم. هنبدأ على طول نقطع في الكرتون. هقيس 15 سنتي، تمام، 15 اهو، وكمان 15 هنا، 15. يبقى ديت هتبقى مربع 15 × 15. هنبدأ نقصها. خلاص بقت كده جاهزة معايا البطاقة، 15 × 15 طول في عرض 15 كله. انا عملت 5. بعد كده هبدأ اغلفهم. بعد كده همسك اغلف البطاقات دي كلها. اي حاجة عندك تغلفيها، ممكن تغلفي بجوخ، ممكن تغلفي بالفوم، ممكن تغلفي بمانيلا، مانيلا كانسون. انا هنا هغلف بورق الاعمال. غلفي يعني البطاقات كلها تبقى بلون واحد ما عدا البطاقة اللي انت هتعملي عليها العنوان، تمام. يبقى انا هنا هغلف 4 باللون اللي هو الحمصي الاصفر ده، والتانية اللي هي الرابعة الخامسة بتاعتهم هغلفها باللون اللبن. هبدأ اغلف على طول فيهم. تغليفهم سهل خالص، بثبت كده بالشكل كده بالشمع وابدأ اقص التغليف. انا كده ثبت ورقة الاعمال، هبدأ اقصها بالمقص كده بالشكل ده كده. انا كده غلفت اول بطاقة بالشكل ده، تمام. هغلف الباقي وبعدين نرجع نعمل لهم الاطار. كده انا غلفت الخمسة عندي، الاربع بطاقات، وغلفت كمان اللي هي العنوان بتاعي، يعني لما نيجي نعمل مفهوم يكون العنوان مختلف وكل البطاقات التانية نفس اللون. بعد كده الخطوة اللي بعد كده هجيب البطاقات وابدأ اغلفهم، اعمل لهم اطار. بعد كده هعمل لهم الاطار بتاعهم. اعملي الاطار بالستان، اي حاجة موجودة عندك تعملي الاطار بتاعك، تمام. هنجيب الستان ونبدأ نعمل لها الاطار بتاعها كده، تمام. انا عملت اول واحد في البطاقة الاولى. هجيب بعد كده احط شمع، تمام كده، عشان الستان اللي معايا عريض، فانا بحط نص جوه والنص التاني بره بالشكل ده كده، تمام. واجي قلباها واجي حاطه كده، اجي لزقها كده، تمام، بالشكل ده كده. هخلص كله واوريهم لكم تاني كلهم مع بعض. انا كده خلاص غلفتهم كلهم بالستان كده، اربعة اهم، ماشي. واللي هي اللي بتبقى فيها العنوان بتبقى شكل مختلف. بساط خالص وطريقة بسيطة سهلة خالص البطاقات، اتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. انا ممكن اقدم عليهم اي مفهوم، ان شاء الله هبقى اقدم لكم عليهم مفهوم بحيث تعرفوا ان هو بيتقدم ازاي. اهم حاجة في البطاقة ان هي تكون 15 × 15 بحيث يكون حجمها مناسب. يعني اتمنى تعجبكم وجربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي كنا عاملينها في فيديو قبل كده، البطاقات انا مجهزاها معايا بالشكل ده، موجود الفيديو على القناة، تمام. اول حاجة ومعايا صور ملونة، تمام، ممكن تجيبيها وتلونيها وتسلفينيها عادي، وممكن تجيبيها مطبوعة الوان جاهزة، تمام. انا متوفر عندي الجاهز، تمام. مجموعة الحيوانات المتوفرة اهي، وعندي البطاقات التعليمية بالشكل ده، تمام. اول حاجة هبدأ بيها هكتب عنوان
المفهوم بتاعي اللي هو الحيوانات الغير مفترسة. كتبت العنوان بتاعي الحيوانات الغير مفترسة، تمام. هجيب بقى بطاقة بطاقة والزق عليها اول حيوان معايا الغزالة، وابدأ اعرف الطفل بيها بكل المعلومات عليها. الزقها كده، طبعا لازم يكون حجم الصورة بتاعتك مناسب للبطاقة بتاعتك، تمام. ادي اول صورة، جيب الصورة التانية، عندي فيل، في النص كده. ممكن لو عايزة تستفادي من البطاقات دي في كذا حاجة، ممكن تعملي سكوتش، تلزقي بالسكوتش بحيث تستفادي من البطاقات في حاجات تانية كده. بتبقى سهلة في انك توصلي المعلومة للطفل بكل سهولة. انا كده خلصتهم، معايا اهو 4 حيوانات موجودين معايا، وادي العنوان بتاعهم. يبقى انا عملت الحيوانات المفترسة وثبتهم بالصور بتاعتهم على البطاقات، بقت وسيلة تعليمية سهلة وبسيطة ومفهوم الحيوانات الغير مفترسة للطفل، الغزالة والفيل والزرافة والقرد، تمام. اتمنى الوسيلة تعجبكم وتجربوها مع الاطفال. وكمان اي سؤال ممكن اجاوب عليه.